ومرحبا بكم في عالم المسرح بكل رحابته بوهجه وانطفاءاته بدهشته بفقره وبغنائه. ندعوكم أن تطلوا بنظركم على هذا العالم وعلى شخوصه المهجوسين به والمشتعلين هوسا رغم العقبات والحواجز. وقبل أن نبدأ احتفاليتنا هذه نحب أن نخص بالشكر. طبعا الكلام إلى منظمي هذه الأمسية يخصون الشكر للأستاذ المهندس جعفر الشايب على إتاحة هذه الفرصة الجميلة في إلقاء النظرة شاخصة عن يوم الشعر، يوم المسرح. الشعر ما هو مسين بالشعر ما عليه. يوم المسرح العالمي، وستكون أول فقرات هذه الأمسية في المسرح المحلي تجارب واجتهادات وإبداعات تعمل وتجتهد مدفوعة بعشقها لهذا الفن. ممثلون ومخرجون ومؤلفون وأكاديميون. أولى هذه التجارب التي سيسلط عليها الضوء هذا المساء التجربة الأكاديمية للمخرجة صفاء الزوري، التي قدمت أطروحتها لنيل شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود بالرياض والمعنونة بالعوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في المسرح السعودي دراسة ميدانية. فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان دراستي لهذا اليوم اللي راح أعرضها العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في المسرح السعودي. راح أبدأ بمشكلة الدراسة. تهتم الدراسة برصد وتحليل وتفسير العوامل الذاتية والموضوعية المؤثرة سلباً وإيجاباً على القائم بالاتصال في الدراما المسرحية السعودية من خلال دراسة ميدانية. القائم بالاتصال في العمل المسرحي يتمثل في فريق العمل الذي يشارك في إنتاج وتقديم مسرحية. هذا هو القائم الاتصال اللي أقصد فيه. القائمين بالاتصال الذين تضمنتهم الدراسة. المؤلف المسرحي هو المصدر الأساسي والواضع الحقيقي للأفكار والقيم التي سيتم توصيلها إلى الجمهور. الممثل المسرحي ويأتي في المقدمة باعتباره الناقل للرسالة. المخرج المسرحي هو العقل المدبر لعمليات الإنتاج المسرحي كافة. ومن أهداف الدراسة التعرف على أنواع الدراما المسرحية السعودية. ثانياً التعرف على خصائص القائمين بالاتصال في المسرح السعودي. ثالثاً رصد وتحليل وتفسير تأثير معايير المجتمع السعودي وقيمه وتقاليده على القائمين بالاتصال. رابعاً رصد وتحليل وتفسير العوامل الذاتية والمهنية ومعايير الجمهور المؤثرة على القائمين بالاتصال. خامساً رصد نقاط قوة وضعف المسرح السعودي. مجتمع الدراسة اللي تناولته تم الاعتماد على عينة عمدية للقائمين بالاتصال كما ذكرت من مؤلفين ممثلين مخرجين في المسرح السعودي، وتم حصر أسماء المسرحيين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وبلغ عددهم 895 فنان مسرحي. عدد المسرحيين في المنطقة الشرقية 341، وفي المنطقة الوسطى 265، وفي المنطقة الغربية 130، وفي المنطقة الجنوبية 109، وفي المنطقة الشمالية 50. كما لاحظتم أن المنطقة الشرقية فيها عدد أكبر والأقل المنطقة الشمالية. عينة الدراسة، طبعا عينة الدراسة أجريت معهم مقابلة، البعض مقابلة شخصية وجها لوجه والبعض عن طريق الإلكتروني. عينة الدراسة أخذت من المنطقة الشرقية 15 فنان، والمنطقة الوسطى 13، والمنطقة الغربية 8، والمنطقة الجنوبية 6، والمنطقة الشمالية 2. فالمجموع أصبح عندي 44 مفردة. من بعض النتائج
النتائج. نتائج الدراسة: حدد مجتمع الدراسة ثلاثة أنواع من الدراما المسرحية لها الغلبة على خشبة المسرح. جاءت على الترتيب من حيث الأهمية كل منها: المسرح التجريبي 34%، والمسرح الاجتماعي الكوميدي 29.5%، والمسرح الاجتماعي 27.3%. وأيضا كما أظهرت النتائج أن الموهبة والتلقائية والحضور الفني والقدرة على العطاء والتعاون هي من السمات الإيجابية للمسرح السعودي. كما أظهرت النتائج وجود تفريغ للعمل المسرحي من مضمونه، ويرجع السبب في ذلك إلى اتصاف بعض العاملين في الفنون المسرحية بالغرور والأنانية الشديدة والحسد وعدم تقبل النقد والتعالي والمادية المفرطة والبحث عن الشهرة والرغبة في الوصول إلى النجومية بأقصر سرعة ممكنة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد العمل المسرحي كحضور البروفات في وقتها المحدد. كذلك من الصفات السلبية لدى البعض من العاملين استسهال العمل المسرحي والاتجاه نحو المسرح الاستهلاكي. أيضا كما أظهرت النتائج أن هناك عوامل اجتماعية تؤثر على المسرح، ومنها ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد وانعكاساتها على المسرح السعودي سواء كان ذلك سلبا أم إيجابا. ومن ضمن القضايا المثيرة للجدل في هذا المقام أثر غياب العنصر النسائي من المسرح السعودي. وأيضا من النتائج فيما يتعلق بحضور الجمهور السعودي وتفاعله مع المسرحيات العربية فإنه نتاج طبيعي لاكتمال العناصر المسرحية جميعها لهذه الأعمال، وقد يكون سبب الإقبال عليها حسب الإفادات نتيجة لتراكم الخبرات التي يتمتعون بها كممثلين وكتاب ومخرجين، ونتيجة لوجود نجوم كبار معروفين في الوسط الفني المسرحي. ولقد خلصت الدراسة للقول بأنه يمكن التوصل إلى حقيقة أن المسرح العربي لا يزال يقع على هامش الحساسية المؤثرة في وعي الجمهور، وأنه لم يتحول إلى مؤسسة لها مرافق وأجهزة قادرة على الاستطلاع ومتابعة حدود الاستجابة الجماهيرية تماما. بعض التوصيات: تحقيق الاعتراف الرسمي بالعمل المسرحي، وذلك من خلال تأسيس هيئة مستقلة تعنى بالفنون المختلفة. ثانيا، إنشاء المعاهد أو الكليات المتخصصة بالفنون بالإضافة إلى استخدام الخبرات العربية والأجنبية. ثالثا، تشجيع مختلف القطاعات العامة والخاصة في المملكة على إنشاء وإقامة المسارح المناسبة وتجهيزها. رابعاً، توفير الأجواء المناسبة لدخول المرأة في العمل المسرحي. خمساً، تفريغ الفنانين للعمل المسرحي وجعلها وظيفة أساسية لهم. سادساً، بناء جسور تواصل بين الفرق المسرحية لتنمية روح التعاون بينهم وللتخلص من المشاعر السلبية بينهم. سابعاً، إعادة فتح شعبة الفنون المسرحية في جامعة الملك سعود وفي جميع الجامعات السعودية. وفي الختام شكراً جزيلاً لكم، وأشكر لكم استضافتي، وأنا سعيدة. دراسة جميلة وجديرة بالاهتمام والتوصيات التي خرجت بها. ولعل خلاصة الدراسة تقول: يقع ما زال المسرح يقع على هامش الحساسية المؤثرة. أعتقد أن يحتاج من المسرحيين أن يدققوا في هذه الخلاصة. أيضا لدينا في هذه الأمسية الجميلة من التجارب التي لابد من الوقوف عندها تجربة الفرقة المسرحية، والتي تغذي المسرح المحلي بالعروض وبعناصر مسرحية مبدعة، ومن الفرق المهمة في المنطقة والتي تجاوزت المحلية وانطلقت لتشارك في مهرجانات مسرحية عربية ممثلة للمملكة، فرقة نورس. سنتعرف أكثر عليها من خلال استعراض التجربة التي سيقدمها أحد مؤسسي الفرقة المخرج ياسر الحسن، فليتفضل للمنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة الأمر كان طالب مني في البداية أني أنا أتكلم عن تجربتي الإخراجية. حقيقة الأمر أنا شفت أن أنا أقل من أن أتكلم عن تجربة إخراجية في هالأمر القصير يعتبر. من أشياء فرقة نورس 13 سنة العام. وأنا أعتبر أن التجربة ما زالت تحتاج أنها تكون أكثر نضج من العملية. ولهذا أنا حبيت أسلط الضوء على فرقة نورس بحكم أن هي بدأت تقريبا من الصفر في عام 2001 تقريبا حتى وصولنا إلى عام 2014. درجت فيها الفرقة من مسابقة الدمام للعروض القصيرة. فأول مسابقة طبعا كانت النتائج طبعا أن احنا ما حصلنا على أي نتائج حتى يمكن إشادة في الموضوع. طبعا عباس كنت انت في التحكي المهم في السنة اللي بعدها طبعا قلبنا الموازين وسلطوا كانت البذرة الأساسية لفرقة نورس أنها فرقة فاعلة وحقيقية موجودة أنها ممكن تؤثر على الحراك المسرحي. الاجتماع الأول لفرقة نورس كان فيه نقطة مهمة احنا كنا متفقين عليها جميعا هي إبراز تراث المنطقة وإبراز مكانة المسرح في المنطقة بشكل يصل ليس فقط للمملكة وإنما للعالم العربي والعالم اللي هو بدأنا نوصل إليه. وفعلا بدأنا بخطوات. طبعا احنا كانت تنقصنا عدة حاجات من ضمنها المقر. لا يوجد لدينا مقر. الإمكانيات المادية لا يوجد لدينا إمكانيات مادية. وهذا حال معظم الفرق المسرحية الموجودة في المنطقة. يعني مش نورس هي حالة شاذة أو حالة فريدة من نوعها لا. ولكن هذا هو الحال اللي احنا نعاني منه. فأيضا نعاني من سالفة الخبرة. احنا نظل في النهاية كلنا هو شباب. فلهذا احنا استعدنا بسالفة الخبرة هي عملية الورش. أو ما نقدر نسميها ورش لأنه ما كان عندنا مقر ان احنا نسميها ورش. لكن كنا نمارس عملية العصف الذهني في أي عمل مسرحي. وحتى أصبح أن هذا العمل المسرحي خاص لنورس أنه هي استراتيجية معينة في كل أعمالنا أن احنا نمارس العملية. الرؤية الإخراجية توضع من قبل المخرج لكن ما في حاجة اسمها دكتاتورية المخرج موجودة عندنا. نمارس الكل مخرج الكل ممثل الكل مؤلف ومن حقه أنه يتدخل. ولله الحمد بعد تجربة مريم في الدورة الثانية انطلقنا وصلنا لمجرد استفهام ومن خلال مجرد استفهام انطلقنا لمهرجان خرافي مهرجان أوال ومهرجان القاهرة التجريبي كعنصر منافس ل 34 فرقة تقريبا عالمية. بعدها جت مريم وتعود الحكاية لنحصل على جائزة جل الجوائز في مهرجان اللي هو الفرقة الأهلية والرياض ونتأهل أيضا إلى مسابقة اللي هي الهيئة العربية في المسرح العربي. والآن في سنة 2014 بعد مرور 13 سنة ولأول مرة تحدث الفرقة الأهلية الآن حصلنا استطعنا أن احنا نتأهل لمهرجان الفرق الأهلية في اللي بيقام في الشارقة في 11 مايو. وهذه يعني احنا نعتبره إنجاز ليس لنورس إنجاز للمنطقة الشرقية عامة ما حصلناها فقط في القطيف أو غير. وطبعا هذا الشيء ما تم إلا من خلال تعاون الفرق معنا. يعني في أكثر من مرة إن احنا احتجنا ممثلين احتجنا كوادر احتجنا إمكانيات من بعض الفرق ساعدتنا جمعية الثقافة والفنون هي الأم الراعية لنا بشكل أساسي. يعني لولا الله سبحانه وتعالى ووقوف جمعية الثقافة والفنون مع فرقة نورس وجمعية الثقافة والفنون وقفت مع كل الفرق يعني بلا استثناء أعتقد أنه لم يتحقق هذا الإنجاز. ولله الحمد وشكرا. ولأننا في مناسبة يوم المسرح العالم لابد أن نتعرف أكثر على المناسبة التي جمعتنا هاهنا. يقدم لنا الكاتب المسرحي عباس الحايك لمحة عن هذا اليوم. تفضل. السلام عليكم.
طبعا يوم المسرح العالمي هي مناسبة تابعة للهيئة العالمية للمسرح أو المعهد العالمي للمسرح اللي هو International Theatre Institute (ITI). طبعا هذا المعهد تأسس، طبعا هو تابع لليونسكو، تأسس في العام 1948. بدأ بإطلاق مناسبة يوم المسرح العالمي بعد مقترح رئيس المعهد أرجي كيفيميا في العام 1961 ميلاديا. اختار 27 من شهر مارس من كل عام موعدا رسميا لهذه المناسبة التي يعلن فيها المسرحيون وجودهم ومواجهتهم لكل ما قد يؤثر على مسيرة المسرح من تغيرات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية. وكان من أبرز معالم هذا اليوم رسالة يوم المسرح العالمي التي يكتبها كل عام مسرحي يختاره المعهد من مختلف الجنسيات والمجالات المسرحية. كانت أول رسالة كتبت في هذه المناسبة رسالة كتبها الكاتب المسرحي الفرنسي جان كوكتو عام 1962. كانت هذه أول رسالة. طبعاً تتابعت الرسائل الرسائل يوم المسرح العالمي وتحولت إلى بعض كلماتها إلى شعارات صرنا نرددها نحن المسرحيون، حيث يكلف المعهد الدولي للمسرح شخصية مسرحية بارزة وفاعلة في مجال المسرح أو في مجال آخر ليكتب أو في مجال آخر مسرحي، يعني ليكتب كلمة يوم المسرح العالمي على ضوء مستجدات الفنون الأدائية. تترجم هذه الرسالة إلى أكثر من 20 لغة وتقرأ أمام الجمهور قبل بدء العروض المسرحية أو في بعض الاحتفاليات حول العالم. تنشر في آلاف الصحف والمجلات وتداع في محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني ووكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم. ممن كتب الرسالة الأمريكي كاتب المسرحي الأمريكي أرثر ميلر، بيتر بروك، يوجين يونسكو، مارتن أسلان، داريو فو، كثير من الأسماء، يعني من عام 1962 إلى الآن، يعني كل سنة كاتب مسرحي يكتب أو مش كاتب يعني مسرحي. طبعاً اختار المعهد ثلاثة من المسرحيين العرب لكتابة الرسالة. أولهم كان الكاتب المسرحي السوري الراحل سعد الله ونوس، كانت في عام 1996. طبعاً كلنا نردد أننا محكومون بالأمل، صار شعار لنا كمسرحيين من عام 1996 حينما أطلقها سعد الله ونوس إلى الآن. أيضا كتبها في العام 2004 وكتبتها الكاتبة المصرية فتحية العسال التي قالت في كلمتها مثل ما تشوفوا: أنني أؤمن أخيرا أن المسرح هو الضوء الذي ينير للإنسان الطريق ويؤمن التواصل مع المشاهد، التواصل الذي يولد الدفء بيننا سواء كنا أمام النص المسرحي أو أمام خشبة المسرح. في عام 2007 ميلادية كتب كلمة يوم المسرح العالمي المسرحي الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. طبعا في خاتمة كلمته كان يقول: نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة. في هذه السنة اختار المعهد هذا العام الكاتب والمخرج والمصمم المسرحي الجنوب أفريقي بريت بيلي، طبعا من جنوب أفريقيا، لكتابة يوم رسالة يوم المسرح العالمي 2014. شكرا أستاذ عباس. و فقط نحب أن ننوه بالأستاذ عباس أنه ترجم رسالتين ليوم الشعر ليوم المسرح العالمي، مهووس بالشعر. طبعا الأولى كانت عام 2010 لجودي دينيش البريطاني جودي دينيش، فألقاها الأستاذ عباس باللغة العربية. الآن جاء دوركم لتستمعوا وتشاركوا إحساسكم بنفحة الأمل التي تضوع من كلمة يوم المسرح العالمي الذي كتبها الكاتب والمخرج والمصمم المسرحي بريت بيلي، وتقرأها عليكم مترجمة المخرجة ورئيسة فرقة قبس المسرحية روضة العبد النميم. فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
بينما كان هناك مجتمع إنساني تتجلى روح المسرح الذي لا يمكن كبتها. تحت أشجار القرى الصغيرة وعلى عتبات المسارح الحديثة في المدن الكبيرة، في صالات المدارس والحقول والمعابد، في الأحياء الفقيرة، في الساحات العامة وفي المراكز والأندية وفي الأقبية، يتماهى الناس في العوالم اللحظية للمسرح، تلك العوالم التي نخلقها لنعبر بلحمنا ودمنا وأنفاسنا وأصواتنا الحية عن عمقنا الإنساني، عن تنوعنا وعن حساسيتنا. نجتمع لنبكي ونتذكر، نضحك ونتأمل، نتعلم ونؤكد ونتخيل. نجتمع لكي تدهشنا تلك البراعة التقنية، لكي نجسد الآلهة، فنقبض على نفسنا الجمعي بكل ما يحمله من مقدرة على الجمال والتعاطف والوحشية. نأتي إلى المسرح لكي تدخل لنا طاقته وتمنحنا القوة لكي نحتفل بقيم وتراء ثقافتنا المتعددة، فنذيب ما يوصلنا من حدود. أينما كان هناك مجتمع إنساني تتجلى روح المسرح التي لا يمكن كبتها، فهي تولد من المجتمع، ترتدي أقنعة وأزياء تقاليدنا المتنوعة. نكرس لغتنا وإيقاعاتنا وإيماءاتنا، ونترك بيننا بعض فسحات، وتترك بيننا بعض فسحات. نحن الفنانون العاملون في فضاء هذه الروح القديمة نشعر أننا ملزمون ببعثها عبر قلوبنا وأفكارنا وأجسادنا، لنكشف في واقعنا بدينونته وأسراره. لكن في هذا العصر، حيث يناض الملايين البشر من أجل البقاء ويعانون من الأنظمة القمعية ومن الرأسمالية المفترسة، ويهربون من الصراعات والمصاعب، حيث يتم اجتياح خصوصياتهم خلال الأجهزة السرية الاستخباراتية، وتخضع مقولاتهم للرقابة من قبل حكومات متطفلة، هذا العصر حيث تباد الغابات ويقضي على الأنواع والأحياء، وحيث تتسم المحيطات، في عصر كهذا ماذا علينا أن نكشف؟ في هذا العالم المبني على قوى غير متعادلة، والذي فيه تحاول أنظمة مهيمنة عديدة أن تقنعنا أن أمة واحدة عرقا أوحدا جنسا واحدا أو ميلا جنسيا معينا أو دينا أوحدا أو إيديولوجية واحدة أو إن إطارا ثقافيا واحدا فقط ينصب نفسه أفضل من الآخرين، فهل هو مبرر أن نصر على عدم فصل الفرد عن الأجندة الاجتماعية؟ هل سنمثل نحن فنانو الساحات والمسارح إلى متطلبات السوق العقيمة؟ أو هل سنحاول أن نستغل القوة التي تمتلك لنفتح مساحة في قلوب وأرواح المجتمع، ولنجمع الناس حولنا، ننهمهم ونصيبهم بالدهشة، ونثقفهم ونصنع عالما من الأمن ومن التعاون الصادق؟ شكرا. شكرا للأستاذة على هذه القراءة. من التجارب المسرحية المبدعة محليا وخليجيا في مجال التمثيل ناصر العبد الواحد، الذي سيأخذنا في دقائق إلى عالم الأداء وعالم الشخوص التي يجسدها وكيف يتعامل مع النص ليبدع على المسرح بتجسيده للإبداع، فليتفضل. السلام عليكم. بس تصحيح، أنا ممثل محلي ماني خليجي، لسه ممثل زي أي ممثل من زملائي وإخواني. نحاول نجتهد ونحاول أن نثبت لنفسنا وللناس أنه في المنطقة في ممثلين وفي طاقات تستحق الإشادة. أنا أقلهم، في ممثلين أجدر مني وفي طاقات أفضل مني بلا شك. أعتقد أنا
ممثل مسرحي إن صح التعبير، معنى كلمة كبيرة ممثل مسرحي تحتاج إلى مواصفات كثيرة. أنا مجرد ممثل هاوي إن صح التعبير، يمكن وضعي مثل وضع أي ممثل يحاول يجتهد ويحاول يبرز طاقته من خلال المسرح مع زملائه الممثلين أو المخرجين أو الكتاب. ما زلنا نعاني في المنطقة من وجود الأماكن أو المؤسسات الحاضنة للمسرح. نتمنى ونحلم أن يكون يوم من الأيام عندنا معهد مختص بالمسرح وبالفنون المسرحية، ونحلم أن يكون في مؤسسات حاضنة لمثل هذه الأعمال، زي ما ذكر الأستاذ ياسر، فرقة النورس وفرقة مواهب وفرقة أفان وكثير من الفرق اللي ما يحضرني اسمها، تجتهد وتقدم أعمال تنافس مش بس على المستوى المحلي ولكن حتى على المستوى الخليجي والعربي. تنقصنا بس الدعم، مثل ما ذكر برضو أستاذ ياسر، الفرق تحتاج لدعم. بعض الفرق ما عندها مقر، وبعض الفرق مقرها في مزارع تعمل بروفات بين النخل وبين الأشجار وبين البعوض والتبان إن شاء الله دي. أنا كممثل لما يجي ناس، يعني في بداية ما أتخيل شلون بيكون الكاركتر أو شلون بيكون الدور، ولكن هي تعاون بيني وبين الممثلين وبين المخرج بين طاقم العمل كامل. في بداية البروفات ما تكون واضحة معالم الشخصية، ولكن مع الاستمرار بالبروفات تبتدي تتكون الشخصية والكاركتر للشخصية ونقدم العرض. يبقى العرض عند الجمهور، إذا تقبل الشخصية أو الدور الكاركتر فهذا شيء جيد خليك أنك تستمر. ما زلنا نجتهد إحنا كممثلين ونحاول نقدم الشيء الأفضل ونستغل أي مبادرة أو أي احتفال أو أي مهرجان محلي علشان نلاقي فرصة لنبرز. ما أريد أطول، يعطيكم العافية. لعلنا نقول الأستاذ ناصر من المعاناة يخرج الإبداع. النص المسرحي أساس المسرح، هو اللغة الأولى المسرحية، وهو الخام الذي يبنى عليه هيكل العرض المسرحي. وللنص عوالم وأسرار يكشفها لنا الكاتب الأستاذ عباس الحايك في دقائق يتحدث فيها عن تجربة الكتابة، فليتفضل مشكور. طبعاً ناصر عبد الواحد اللي كتبت إنه خليجي، لأن على الأقل مشاركاته مع ممثلين خليجيين هذا يعطي تجربة دسمة خليجية، وإن كان قدم مسرحياته يعني في القطيف أو قدمها في البحرين، فيعني أنت مسرحي خليجي، وأعتقد كلنا مسرحيين خليجيين يعني كلنا لنا تجارب وإن كانت بسيطة. طبعاً عذراً يعني أنا كان بالود إن أنا أبتعد عن الموضوع تماماً، أنظم الليلة وما أتكلم، أنا أقدم الشباب وبس. يعني بما أن المنتدى طلب مني أقدم تجربتي فأعذروني على التطفل يعني. طبعاً في البداية أنا أجزم بأن النص المسرحي السعودي نص متميز على مستوى الخليج. هذا الرأي يعني وشهادة سمعتها كثيراً من كثير من نقاد المسرح، حتى على مستوى المستوى النوعية اللي يقدم على مستوى يعني النصوص المسرحية السعودية، وأيضاً العدد. يعني أيضاً هناك كتب
إلى نقاد وأكاديميين عرب خصصوها لدراسة النصر المسرحي السعودي، ويعني دراسة التجربة فعلا المميزة اللي خرجت من إطارها الجغرافي. ومسرحي السعودي ما عاد يشتغل فقط ضمن هذا الإطار الجغرافي ضمن المحلية وانطلق إلى الخارج. النصر المسرحي السعودي قاعد يترجم أيضا إلى لغات أخرى ويقدم خارج الجغرافيا العربية يعني حتى. طبعا بالنسبة لتجربتي يعني أنا يمكن بدأت فنان تشكيلي وشاعر وجربت كل شيء يعني، فاكتشفت أن المسرح يلم كل شيء. ففعلا يعني كان الهوس الأول هو المسرح، شعرت أنه هذا العالم اللي أنا ممكن أنتمي إلى أكثر من انتمائي إلى أي تجربة أخرى، لأن وجدت أن أنا ما أصلح أكون شاعر، ما أصلح أكون كاتب قصة، ولا أصلح أكون فنان تشكيلي. اكتشفت أنه ممكن أصلح أكون كاتب نص مسرحي. طبعاً علاقتي بالمسرح يمكن من طفولتي يعني، هذا يعني إحنا في جيل يعني كنا نشوف المسرحيات عن طريق شرطة الفيديو، من بداية من مسرحية سندباد البحري يعني اللي كانت تعرض عن طريق التلفزيون عن طريق شرطة الفيديو. يعني مجرد اكتشافي لهذا العالم فيه كان هوس يعني أبحث عن فسحة بحيث أن أنا أخرج واكتشف أكثر. مع الوقت مع التجارب يعني أخوي إبراهيم بدأ تجربته في التمثيل مع جمعية الثقافة والفنون، دخلني إلى هذا العالم واكتشفته، حاولت أن أنا أجرب. تجربة النص بدأت مع قراءتي لنصوص سعد الله والنوس، كنا نجيبها من جامعة الملك سعود مطبوعة يعني في ورق، لما قرأتها اكتشفت يعني في هذا النص الجميل العالم الواسع. بدأت بالكتابة وكان كنت في البداية متأثر بتجربة الشعرية، فكانت نصوصي متقلة بالشعرية وباللغة الفخمة اللي ما تناسب المسرح. مع الوقت حاولت أن أنا أنمي هذه التجربة من خلال القراءة ومن خلال استمرار الكتابة من خلال الاطلاع على تجارب أخرى. طبعاً أفكار الواحد ممكن يعني يستقيها لنصوصها، أفكار موجودة في كل مكان يعني من أحاديثنا، من أحاديث الجانبية مع الأشخاص، من حكايات أمي، من الأمثال الشعبية، من فكرة ممكن أجلس مع أحد أصدقائي يقدم لي فكرة حاول أطورها وأقدم عمل، حاول أن أرتبط بالمجتمع أو بهوية المجتمع من أن أنا أقدم نص مسرحي، حاول أقدم نص مسرحي ما يكون مغرق في المحلية جدا وفي الهواء أو في يعني يكون محلي، ولكن أنا أنطلق من هذا الملمح الشعبي لأن أقدم نص إنساني ممكن يقدم في أكثر من مكان. يعني تجربتي في مسرحية زهرة الحكاية ما قدمت في السعودية وما راح تقدم في السعودية، قدمت في البحرين وقدمت في عمان مرتين، وهي من مثل شعبي لو بنت العجافة قرعة، كان مثل قديم كانت أمي تقوله، فالتقط هذا المثل حولته إلى نص مسرحي كنت ألامس فيه قضية المرأة. يعني المرأة بشكل عام في العالم هو نص ممكن تقرأ فيه جانب شعبي، ولكنه هو نص إنساني ممكن في أي مكان يقدم. طبعاً قدمت مجموعة نصوص مسرحية كانت ممكن أول التجارب المهمة بالنسبة لي، مسرحية فصول من عذابات شيخ أحمد اللي شاركت فيها في جائزة الشارقة للإبداعي العربي، فزت بالجائزة الأولى. طبعا هي مسابقة على مستوى الوطن العربي في عام 2001 او 2001. في 2002 قدم هذا النص على خشبة المسرح وفي افتتاح مهرجان الشارقة المسرحي، وكان اخراج حسن رجب. فصول عباد شيخ احمد ويحكي عن قضية الاحتلال البرتغالي لمنطقة الخليج. بعدين كتبت المزبلة الفاضلة، وكانت طبعاً هي فكرة داولتها مع صديق أثير، وبدأت أكتب هذا النص اللي خدمني كثير هو نشر النص في
موقع إلكتروني، موقع مسرحيون. العنوان كان نوعا ما لافت، وهذا اللي خلى كثيرين يبحثوا ما وراء هذا العنوان. طبعا تفاجأت ان النص قاعد يدور حول حول العالم العربي، لدرجة انه قدم اول خبر شفته كان في صحيفة قدم في كردستان، طبعا كتبه كاتب العراقي عباس الحايك. استمر النص يشتغلون في كل مكان، يعني في المغرب مرتين، في ليبيا طبعا، ونادرا اذا كان احد من المخرجين يتواصل وياه. يعني اتفاجأ بالاخبار بس في الجرائد، واليوم توي اتفاجأ بخبر مشاركة مسرحية بس نص إلي اسمه الموقوف رقم 80، غيروا اسمه إلى السجين، وراح يقدموه في مهرجان المسرح العربي في القاهرة فرقة ليبية. وطبعا أنا ما أدري، أول مرة أدري عن الخبر. مرة ليبي. طبعا أكثر نصوصي بنفس الطريقة، يعني هم يقول عراقي شلون فيه يعني وش، بس يعني مرة صارت في قطر نفس الشيء، شفت في جريدة الشرق مشاركة فرقة قطرية قدمت نص المزبلة، ونفس الشيء المسرحي العراقي. يبدو أنهم تورطوا لما عرفوا أن السعودي، فحبوا لملم الموضوع، قال يلا تعالي يومين نحضر ومشى. طبعا لا تمشيت ولا شيء، شفت المسرحية ومشيت. ف يعني موضوع النص المسرحي على الانترنت أنا نفعني كثير في أنه انتشر نصي بشكل كبير، وإن كان أنا فقدت الحق المعنوي زي ما يقولوا، بس هو جيد إنه بيضل يعني اسمه النص الفلاني للكاتب المسرحي عباس الحايك، لكن حقق لي انتشار أنا ما كنت أتوقعه. يعني يمكن لو أنا ضليت أكتب وحط في الأدراج وأبحث عن فرقة تشتغل لي ما راح أحد يشتغل لي، ولكن مجرد أن أطلقت في هذا العالم الرحب هو فعلا وصل، وكان يعني وصل إلى أماكن أنا ما كنت أتوقعها، لدرجة مثلا ترجمة مسرحية هجرة الموارس البرية للغة السريانية وقدم في شمال العراق. طبعا بالنسبة للإصدارات، أنا كان لي إصدار الفصول مع عباد شيخ أحمد عن دائرة الثقافة والإعلام، صدر لي كتاب مجموعة من نصوص المسرحية اسم المزبلة الفاضلة ومسرحيات أخرى، في 4 نصوص مسرحية قدمت في أكثر من دولة. يعني أيضا صدر من الهيئة العربية للمسرح مجموعة نصوص أو 9 نصوص إلى 9 كتاب مسرحيين، كان فيها نص اللي اسمه ولاية الأحلام، هي محاولة من يعني سخرية مرة من الربيع العربي. بالإضافة للكتاب اللي موجود اللي يعني الجمعية في نصين، المزبلة الفاضلة وهجرة الموارس البرية، وفي مجال البحث غير الكتاب المسرحي، إن شاء الله الهيئة العربية المسرح في أغسطس رح تصدر لي كتاب عن المسرح السعودي، كتاب بحثي توثيقي ونقدي، وبالإضافة إلى مجموعة مشاركات في كتب. ويكفى، وإن شاء الله أكون خفيف الظل. يعني شكرا. طبعا قدم الأستاذ كما عدد فصول من عذابات الشيخ أحمد، المزبلة الفاضلة، زهرة الحكاية، ممكن أشهر الأعمال، ولكن نسى المعلقون، ولا أدري لماذا نساها. المسرح المحلي ليس مسرحا طويلا، بل هو مسرح ممتد مرتبط بعلاقة وثيقة مع منظمات مسرحية عربية وعالمية، مثل المعهد العالمي للمسرح الذي يمثل المكتب الإقليمي والهيئة العربية للمسرح التي ارتبطت بعلاقات تعاون مع جمعية الفنون والثقافة في الدمام لتقديم ورش مسرحية، ومركز أستاج لمسرح الطفل والشباب الذي يمثل المكتب يرأسه الأستاذ حسين آل عبد المحسن، والذي سيطلعنا على أهم ما قدمه هذا المركز للمسرح المحلي منذ تأسيسه. السلام عليكم.
مركز سيتاج في مسرح الطفل والشباب، احنا عندنا مركز سيتاج او الهيئه العالميه سيتاج، وهي اختصارا الى مسرح الطفل واليافعين او الشباب. الهيئه العالميه لمسرح الطفل والشباب هي احد مشاريع اليونسكو، اليها 83 مركز حول العالم. في السعودية احنا نمثل مركز سيتاج السعودي. طبعا المركز هذا تأسس عام 2010، ومن 2010 واحنا نقدم بعض البرامج، وبشكل كل بين فترة نحاول ان احنا نقيم البرامج ونزيدها. خلال عام 2014 في هذا العام قدمنا 13 برنامج او اصغنا 13 برنامج. احد البرامج اللي هو برنامج الندوات، احنا نقدم ندوه كل شهر، وفي هذا العام خلينا الندوات في اماكن مختلفه، فقدمنا إلى الآن 3 ندوات خلال هذا العام. هذا بالنسبة لبرنامج الندوات بشكل شهري. في عندنا برنامج الدورات. برنامج الدورات نفس الشيء، عندنا دورة في كل شهر، ولكن في هذا العام في برنامج متخصص في إعداد المخرجين الصغار. طبعا هو برنامج لأن المركز يهتم في الناشئة، ففي عندنا برنامج المخرج الصغير. المخرج الصغير او المشترك في هذا البرنامج يدخل في تقريبا 12 ورشة عمل، 4 ايام في كل شهر او 5 ايام في كل شهر، وكل شهر في عنصر من عناصر الفن المسرحي، بحيث انه يطلع على جميع عناصر الفن المسرحي فيكون حصيلة معينة. في نهاية المطاف نعطيه عمل معين ونقول له جرب ادواته، ويكون معه مشرفين يحاولوا انه يساعدوه ويدعموه. طبعا هذا البرنامج وغيره من البرامج هو لتطوير ادوات المسرحيين في المنطقه ولزياده قاعده المسرحيين والمشتغلين بهذا الفن. في برنامج التبادل المعرفي، طبعا من خلال مراكز سيتاج حول العالم توصلنا عده دعوات، منها مهرجانات، منها دورات، ورش عمل، وكثير من هذه البرامج يستضيفون المراكز الاخرى. فاحنا مثلا في العام 2012 ارسلنا شباب الى مهرجان والز في بريطانيا في رحله مدفوعه التكاليف، وفي 2013 ارسلنا فرقه مسرحيه الى مهرجان الغردقه الدولي، ويعني الحمد لله استضافه من الطرف الاخر. فهذه القنوات او هذا البرنامج يساعد على التواصل مع المسرحيين حول العالم، ويعود بالفائده على المشغلين بهذا الفن. وفي عندنا برنامج الرحلات، احنا نجتمع تقريبا بشكل فصلي كل 3 شهور نجتمع، لنا 4 لقاءات في السنه نتناقش حول هموم المسرح ونتكلم في المشاريع الجايه، ممكن ان المخرجين يتعاقدوا مثلا مع ممثلين وهكذا، فهو باب للتواصل. هم في مسابقة هذا العام، في مسابقة للتأليف المسرحي. هم بعد احنا نسعى من خلال هذا البرنامج انه يكون عندنا قاعدة تهتم بالتأليف للمسرح سواء للطفل او للشباب. في عندنا مهرجان سيتاج السعودية، وهذا برنامج نقيمه لأول سنة، راح نقيمه ان شاء الله في شهر ذي القعدة، وهو عبارة عن عدة عروض. يعني النتاج المسرحي للعام 2013 و2014 باذن الله راح يكون في هذا المهرجان، لو مهرجان سيتاج السعوديه. برنامج اخر هو برنامج احياء المناسبات. مثلا الخميس الماضي احيينا او احتفلنا باليوم العالمي لمسرح الطفل. كثير من الافكار مطروحه ونسعى لتحقيقها. من الافكار الموجوده هو الاحتفال بالاسبوع الرحمه المحمديه، يكون اسبوع معين نقيم فيه بعض
عروض مسرحية معينة أو أوبريتات تناسب هذه المناسبة، وفي نفس الوقت الاحتفال باليوم الوطني بنفس الكيفية. هذه أفكار موجودة ونحاول أن احنا خلال هذه الفترة نحقق منها اللي نقدر عليه. في عندنا برنامج بعد لأول مرة نقيمه وهو ديوانية أسيتال. ديوانية أسيتال هي جلسة أيضا شهرية نعرض من خلال البروجيكتور على عرض أوروبي أو عرض أجنبي سواء خليجي أو عربي أو أوروبي، ونناقش هذا العرض، نناقش جميع العناصر الموجودة من الرؤية البصرية إلى سينغرافيا وغيره من عناصر الفن المسرحي. في عندنا برضو برنامج شريك، هذا طبعا من الأمور الداخلية والإدارية في أسيتاج. احنا نحاول برضو ان احنا نكون قريبين من التجار بحيث انهم يتبنوا بعض هذه المشاريع، فاحنا عملنا برنامج خاص مقابل عمل دعائي معين يكون للتجار مساحة معينة يقدروا يدعموا هذا الفن. وفي عندنا برنامج وكيل. برنامج وكيل هذا يهدف إلى نشر هذه التجربة اللي احنا أقمناها الآن من 2010 في المنطقة الشرقية، نبغى ننقل هذه التجربة الآن إلى الرياض، إلى جدة، إلى بقية مدن المملكة. فوضعنا برضو برنامج جديد هو برنامج وكيل، نحاول من خلاله ومن خلال المسرحيين اللي في المملكة ان احنا نتعاون معاهم يقيموا نفس هذه البرامج اللي احنا قاعدين نقيمها مثلا هنا في المنطقة. وفي طبعا اللي هو العضوية، عضوية أسيتاج. طبعا احنا عندنا يعني المسرحيين في المملكة بينضموا الى مركز أسيتاج دعما الى المركز، فيشتركوا بعضوية 150 ريال لأول مرة وبعدين تجدد ب100 ريال. من خلال هذه المبالغ احنا نقيم هذه البرامج اللي تكلمت عنها، 13 برنامج اللي تكلمت فيهم. هذا يعني تقريبا البرامج لهذه السنة. تقريبا هذه تقريبا برامج هذه السنة. ان شاء الله في شهر مايو راح نطلع الى مهرجان أسيتاج العالمية وهو يقام كل 3 سنوات. تم ترشيح 3 أسماء الى المشاركة يعني في هذا المهرجان. وطبعا في لنا موقع اللي هو asitaj.org.sa، جميع الاخبار المسرحية من 83 مركز تترجم للغة العربية بشكل سريع وتعرض على نفس الموقع، فتلقوا حتى يعني اخبار بشكل يومي تنزل. في لجنة كاملة يعني مهتمة فقط بترجمة هذه التجارب وترجمة الأخبار والفعاليات الموجودة. تقريبا لمحة بسيطة عن مركز أسيتاج. شكرا أستاذ حسين على هذا العرض الوافي لمركز أسيتاج لمسرح الطفل والشباب. أيضاً لدينا لمحة عن أهم محطات مسيرة مسرح جمعية الثقافة والفنون بالدمام، يقدمها الأستاذ مسدح المسدح، فليتفضل مشكوراً. طبعاً الأستاذ عضو لجنة المسرح بالجمعية. السلام عليكم جميعا. البداية شكرا للمنظمين لهذا الملتقى الجميل، وشكرا للحاضرين، واشكر الاخ العزيز عبد الله الحسن على هذه التوريطة اللي ما نفذها اصلا. يعني الحقيقة جمعية الثقافة والفنون او لجنة المسرح في جمعية الثقافة والفنون هي لجنة تعنى بالامور المسرحية وهي تابعة
لوزارة الثقافة والفنون في المملكة، وهي فرع من 16 فرع في المملكة. نشاطاتنا تقتصر على الفنون المسرحية شاملة من الألف إلى الياء، كتابة يعني سنويا نعقد دورات إلى كتابة النص المسرحي، تمثيل، دورات في إعداد الممثل، وكنا العام الماضي كانت أول تجربة للتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في دورة إعداد ممثل شاملة، كانت على مرحلتين. مرحلة كان قدمها الأستاذ عبدالله السعداوي لمدة أسبوعين، والمرحلة الثانية كان يفترض أقدمها الأستاذ هارون الكيراني من الجزائر، ولكن ظروف التأشيرة والفيزا ما استطاع الحضور، فكمل الدورة الأستاذ عبدالله السعداوي. أيضا من الأنشطة اللي نقدمها هي عصب اللجنة هي مسرح الدمام. كان سابقا أستاذ عباس أستاذ أثير أحد أساطين التأسيس فيه، كان تحت اسم المسرح المفتوح، بعدين حول المسرح القصير والعروض القصيرة، الآن هو صار مسرح الدمام للعروض القصيرة. هو قد يكون هذا هو العصب والجهد منصب أكثر على هذا المهرجان. أيضا عندنا مهرجان الطفل، قدمناه أربع مرات. المسرح المفتوح قدم السنة هذه إن شاء الله، راح يقدم الدورة العاشرة. مسرح الطفل قدم في أربع دورات، وجل المشاركات هي من المنطقة هنا يعني، والآن كان في عزوف نوعا ما، وهذه أهم دعوة إلى المسرحيين أن نرجع إلى مهرجان الدمام حتى تكون المشاركات أكثر من قبل أبناء المنطقة عندنا. تنوهين أخيرا، طبعا أستاذ أبو الحسن استطاع أن يوفر نسخ من الكتاب اللي تفضل بأستاذ عباس من النصوص المسرحية. أيضا دعوة أخيرة هي يوم الخميس إن شاء الله راح يكون في احتفالية بيوم المسرح العالمي، وكلكم مدعوون لهذه الاحتفالية، وشكرا جزيلا. أيضا فيها الألابيب هي ذكريات من تأسيس الجمعية، قد تكون صور من 30 سنة وبدايات إلى معظم الفنانين. شكرا لكم وأسف على الإطالة. شكرا أستاذ مسبح. طبعا عوضا عن تقديم مشهد مسرحي حي، سيقوم أستاذ عباس بعرض فلاش بعنوان مسرح أو سينما يلامس أحد قضايا المسرح الذي يخرج من بينه ممثلون ومخرجون إلى عالم التلفزيون والسينما. طبعا هو كان المفترض أن نقدم مشهد قصير مو دراما، ولكن طبعا اثنين من كانوا التزموا في انهم يقدموا اعتذروا واحد، تحمس الاخر واعتذر في اخر الوقت. فيعني انا قلت على اساس ان احنا نغير نمط الكلام، في فلاش قدموها شركه قيثاره، هو فلاش عن عنوان مسرح او سينما، اخراج موسى ثنيان، ويتكلم عن معاناة المسرح نفسه. المسرح قاعد يأسس، قاعد يخلق، وقاعد ينتج طاقات مسرحية، ولكن للأسف هذه الطاقات تهرب من المسرح إلى غراء السينما وغراء التلفزيون، ويبتعدوا حكم أن المسرح ما يحقق شهرة وما يحقق انتشار، ما يحقق نجومية، وما ممكن ممثل مسرحي أحد يوقف وياه يقول لي ممكن صورة. فأعتقد هروبهم إلى التلفزيون والسينما أسلم. نفس الشيء ناصر لو قاعد على المسرح ما أدري، بس فلاشاته وأفلامه هي اللي شهرتها. ما أدري إذا كان جاهز. أكشن. وننا معقومون بالأمل، من أضاع الأمل أضاع الأمل. جوامين هذا يا شباب يا أخي، أنا قايل من الجوامات كلها صنم، سبروا الجوامات أغلقوا عن الصنم. طلعنا نجوم
أكيد أكيد خلاص. أوكي. يا جماعة خلاص ما أقدر أكمل معاكم. شلون؟ كيف لا أقدر أكمل معاكم؟ ما ينفع. صراحة جاني عرض سينمائي إن شاء الله بكرة التصوير. أنا أصلاً ما دخلت هذا الأمل إلا علشان أنت فيه. إيش فيها يا شباب؟ خلوه يروح ياخذ فرصته أقلنا. بكرة يمكن إننا ناخذ فرصتنا بعد. شنو؟ بكرة عندك تصوير ودورة تقول لا تحاول هيك حرام عليك. أكيد لو استغليتم الفرصة فوتوها. برافو عليكم يا شباب، يعطيكم العافية ما قصرتوا. أداء جميل جدا، يعطيكم العافية. شكرا وعذرا على التنظيم اللي امتلأ بالاعتذارات يعني، ولكن هي كانت محاولة لأن احنا نسلط الضوء على التجارب المسرحية الموجودة في البلد بكل أشكالها، يعني كان في النصر المسرحي في التمثيل في كان في الإخراج أو في الفرق المسرحية أو في البحث الأكاديمي. هي تسليط الضوء أكثر مما يكون احتفالية أو احتفائية. يمكن أنا أحتاج إلى كادر أكبر، وأنا طبعاً أعتذر لأنني نظمت الموضوع كله لوحدي من خلال اتصالات، بس إن شاء الله يكون هي محاولة لأن إحنا نربط الجميع بالمسرح. ولأن المشكلة أن كثير ما تواجهنا كلمة، يعني لما أحد يسألني أنا أقول أنا كاتب مسرحي، يسألني في مسرح في السعودية؟ وهذا موجود بشكل عام حتى عند المثقفين، يعني المثقفين كانوا يعني حتى قامات ثقافية سعودية ما تدري إذا كان في مسرح أو لا، بسبب أنها منفصلة تماماً عن هذا الفن. إذن هي دعوة يعني للجميع للاطلاع على تجارب أكثر. جمعية الثقافة والفنون هي فاعلة وقاعدة تقدم عروض بشكل مستمر، يعني عندهم تجربة العروض الدائمة. أعتقد أنها راح تفعل، يعني في عروض قاعدين يقدموها الفرق على خشبة المسرح، تذاكر جدا رمزية. في مهرجان المسرح، مهرجان الدمام للعروض المسرحية أعتقد فيكون في جولاي، وطبعا مشاركة خليجية محلية من كل مكان في المملكة، وهذا عاشر مهرجان. فهي دعوة إلى إن إحنا من يعني المجتمع يرتبط أكثر بهذا الفن، لأن الفن لا يمكن أن يبقى بدون الناس وبدون المجتمع. سويت مساء كثير السادة، يعني ورد عن الحديث ما عندي شيء أقوله بالتحديد سوى استدعاء بعض الذكريات. سأبدأ من رسالة الماجستير
الأخت صفاء الزوري أعتقد لفتني تعبير مدبر مسرحي كوصف للمخرج وصف جميل يعني على الأقل يعيد تقييد المساحة الواسعة اللي يتحكم ويحكم فيها المخرج العمل المسرحي يعني جزء من إشكالات العمل المسرحي عموما وشخصية طاغية للمخرج على جميع اتجاهات العمل يعني على الأخ ياسر تحدث عن تجربة محاولة إيجاد مختبر لإشراك الآخرين في وضع الصورة النهائية للعمل لكن غالبا الصورة المتعارف عليها للمخرج أنه هو سلطان هذا العمل هو صاحب الصوت الأعلى صاحب اليد الطولة في توجيه كل هذا الحدث وإعادة صياغته فتخيل تعبير التدبير المسرحي على صياغة على غرار التدبير المنزلي جميل يعني لعل الأخوة يتذكرون فقط من له صلة بالمسرح أننا انشغلنا لبعض الوقت في جانب تتبع العروض المسرحية ونقدها فاصل قصير لعله لكن كان مليء بالمغامرات ليأخذ المهرجانات المسرحية كانت الجانب الأكثر تشويق في هذا المشوار عباس استعاد بذاكرتنا حين أشار إلى مهرجان الشارقة المسرحي يعني في مثل هذه الأيام اعتدنا أن نحج إلى هناك يعني لأكثر من سنة كنا إما نذهب زائرين أو مدعوين محمولين على قولتهم معززين في هذا المهرجان الذي يعني لا ينبغي إنكار أنه تسعى لكثير من المسرحيين العرب والخليجيين أيضاً على وجه التحديد وتذكر عباس فصول من علامات الشيخ أحمد كانت ليلة ليلة عباس في قمة الارتباك أول حضور جماهيري وفي محفل خارج الوطن يعني يعد العدة وهو يتصبب عرقاً وخجلاً من الجانب لكن كانت تجربة جميلة وأتذكر أيضا ليلتها كانت ليلة العاشر من محرم وعباس يعني مصر أن يكون لابس البدلة السوداء وبعد أن انفض الجمس صار يدور في الشارع يبحث عن مأتم وفي ذات الآن كان الملحن المعروف العراقي جعفر الخفاف مشغول بصيانة ألحانه في قاعة الفندق يعني لا أملك سوى أدعو لهذا العدد القليل الذي لم يناهز الألف حتى الآن حسب الدراسة ألا ينقرضوا يعني هما جزء من مشهد فني كبير وإن يعني بلغت الأمور للدعوة إلى حمايته من الانقراض ينبغي أن ندفع بهذا الاتجاه ما زالت تجربة المسرح تجربة حية لذلك كثير من تمثلات المسرح في الحياة يعاد إنتاجها بأكثر من شكل يعني روح الفرجة الآن يتم استيحائها واستيلادها من داخل المسرح إلى رحم الحياة كل شيء تحول إلى حالة فرجة وهذه واحدة من معطيات المسرح لأقول أو البذرات الأولى للمسرح أشكر للأخوة القائمين أشكر لكل من تحدث على هذه الخلاصات الجميلة عن تجارب محيطة بنا حولنا وفي منطقتنا هذه التي تزخر بالكثير من المهتمين بالجانب المسرحي فقط ينتظرون فسحة يتنفسون فيها بشكل أكثر راحة وأكثر قدرة على العطاء وتقديم ما هو أفضل شكرا شكرا أستاذ كثير على هذا الاستعراض الجميل نحاول نتحول إلى شخص آخر إذا في مداخلة أستاذ محمد نرجع للدراسة بس يعني الصفات اللي ذكرت وصف المسرحيين فاجئة تبدأ بأنانيين وتنتهي يعني مصحي يصير الأخير
وعلى هالصفات هذه ما من بينهم ولا صفة حسنة يعني شف؟ تكلمت عن الصفات الحسنة في البداية. في البداية ما سمعت عن هاي الصفة حسنة، يمكن الإذن عندي مشكلة فيها. متلاحظ من هذه الصفات أقدر أنسب عدم نجاح المسرحيين في جمعياتهم، في جمعيتهم الأم اللي في الرياض وفي الجمعيات المحلية، في التكتلاتهم الموجودة هنا. وعدم نجاحهم إلى هالأمور هذه، الأمور اللي أشبه بشخصية أكثر من إنها بشكل عام يعني كظاهرة، خلني أقول إنه الصفات هذه هي اللي قاعدة تحد من اجتماعكم، من تطوركم، من مطالبكم، من الأمور دي كلها يعني. فهذا واحد. الأمر الثاني، وين وصل المسرح إلى الآن؟ ما زال نفس الشكاوى اللي سمعناها العام الماضي ولا زادت عليها؟ شكرا. طبعا أنا يمكن كنت مطلع على رسالة الماجستير من البداية بحكم تواصل يعني الأخت صفاء من البداية معاي، وطبعا هو استخلصت هذا الموضوع بسبب يعني بسبب لقاءات الميدانية اللي عملتها مع مجموعة من المسرحيين، وكان هي آرائهم أنفسهم في اللي حولهم المسرحيين. يعني هي مسألة البحث عن الشهرة السريعة وال طبعا حب الظهور وغيره، وهذه الصفات اعتقد يعني بس هي فيها مبالغة زايدة، ولكن اعتقد هذه الصفات موجودة في كل مجال يعني عند الشعراء عندهم نفس الشغلة، عند الروائيين ما الله عندكم لا روائيين ولا صحفيين ابدا. طبعا انا اقول لك في مشكلة في المسرح السعودي، طبعا بحكم اطلاعي على كل الاطراف كثير من المشاكل، واعتقد ان احنا مشكلتنا الكبيره هي الشفافيه، محاوله ان احنا نصفي نفوسنا مع بعض. يعني اخر مشكله صارت موضوع التقشف اللي اقرته جمعيه الثقافه والفنون، تحولت الى معركه في الصحف، صار فيها نوع من التسقيط واهانه كرامه ناس اسماء مسرحيين كونهم في اداره، موجودين في إدارة جمعية الثقافة والفنون، يعني يحسب لهم اشتغالهم على المسرح لسنوات طويلة. يعني موضوع هذا لا يحل مع جمعية الثقافة والفنون ولا يحل مع أي جهة، هي مشكلة دولة، مشكلة مجلس وزراء ما قاعد يعني يعطي مساحة أو ميزانية كافية لجمعية الثقافة والفنون بحيث أنها تتحرك. يعني الشيء المضحك أن النادي الأدبي مع نشاطاته المنبرية البسيطة أو إصداراته قاعد يستلم ميزانيات أكبر من كل الفروع كلها، يعني هو نادي واحد يستلم أكثر من كل جمعيات الثقافة والفنون. هذه تشكل فعلا مأساة، وهذا تحتاج إلى أن إحنا كلنا كمسرحيين نتكاتف ونتكتل ونروح إلى مجلس الوزراء ونعرض المشكلة هذه، ولكن بسبب شللية، بسبب المشاكل الشخصية لا يمكن أن احنا نحل مشاكلنا. أنت شوف في الفيسبوك المعارك اللي موجودة، كانت قضية جمعية المسرحيين في البداية تحولت إلى مشاكل لم تنتهي، والآن جت موضوع التقشف. فأعتقد هي يعني صادقة في كثير من هذه الصفات في المسرحيين، واعتقد انه هي سبب ان احنا ما قاعدين نتقدم واجد. يعني بس احب اعقب بس على النقطه هذه. يعني في بعض النقاط ضروري ان احنا نمر عليها حتى تتضح بعض الامور. احنا لنا تجربه في الخروج من 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 تاسيس فرقه الى تشكيل جماعه المسرح. اجتمعت 17 فرقة في المنطقة فقط في محافظة القطيف حتى نشكل جماعة المسرح بنادي الفنون. اللي حاصل المسرح مثل اللعبة الجماعية، يختلف عن الفنون الأخرى. الفنون الأخرى ربما مثل اللعبة الفردية، شخص يقوم مثلا بفن بشكل مستقل، لكن المسرح لا، فريق كامل. وهنا تكمن صعوبة المسرح. في التجربة هذه في 17 فرقة، في عندنا فرق
تشتغل تنوع متنوعة، تشتغل مثلا مسرح ديني، في فرق تشتغل للطفل، في فرق تشتغل فقط اجتماعي. هذا التنوع بعد الموجود يبدو الى الغريبين ان الناس ديلا متفرقين او ديلا ما يشتغلوا مع بعض او عندهم حساسيه او انانيه. هناك ظروف كثيره يعني تسبب جزء من هذا التباعد الموجود. احنا نختصر في المداخلات لكي لا يمتد بنا الوقت طويلا، والا الشجون والتعبيرات اكيد كثيره المسرحيين أدرى بها يعني. نختصر يعني إلى بعض المداخلات إذا في. أنا لدي مداخلة طبعاً، وهذا هاجس فني عند الجميع، خاصة المشتغلين على أي فن من الفنون. نواجه كثير من الصعوبات في استضافة أي شخص عربي من خارج منطقة الخليج، وهذا أعتقد بسبب الفيزا أو التصريح لدخول بعض الفنانين بعض المخرجين اللي ممكن يقيموا عمل المؤسسة أو الجمعية أو الفرقة المسرحية في الداخل قبل أن تخرج إلى المشاركات الدولية. خلينا نقول فأعتقد أن هذا هاجس مشترك عند جميع الفنون، إنه لا يستطيع أن يستضيف شخصيات مهمة عربية ممكن أن تضيف إلى تجربته. أسأل أستاذ عباس، يعني هل هذه المواجهة صحيحة في المسرح بسبب هذه الفيزا المعقدة؟ ويعني أنا أطالب دائما، أنا من جهة الشعر يمكن طالبت أكثر من جهة رسمية بإتاحة فيزا ثقافية على الأقل في هذا المستوى، يعني بحيث تكون 3 أيام بأقصى يعني بفعالية مهرجان معين أو كذا. لا أدري إذا كان المسرحيين عندهم نفس الهاجز أو لا. إحنا موجودين في السعودية، وأكثر ناس يجيبون على فيزا عمرة. في مرة مجموعة من الفنانين العراقيين من البصرة جو فيزة عمرة، عملوا عمرة وقدموا بعدين الفعالية. هذه إشكالية موجودة في البلد، والمشكلة ما عندنا وزارة قوية بحيث أن هي تحقق لنا هالمطالب هذه، إن كان المطالب المادية أو المطالب يعني على قولتهم تذليل العقبات الروتينية والبيروقراطية، يعني بحيث أن إحنا نقدر نتواصل. يعني حتى في مسألة الآن هنا إذا أحد يبغى يشتغل مسرحية معناه أنه بيمر بسلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية اللي أحياناً يعني تملل الواحد إنه يشتغل عرض، يعني يحتاج إنه يأخذ تصريح من وزارة الثقافة في البداية، يأخذ تصريح من الأمارة ويأخذ ودائرة طويلة يعني أو سلسلة طويلة ما تنتهي. أعتقد هي دي مشكلة عامة ومن فوق حلها. الأستاذ أبو هادي مداخلة. أنا مداخلة سريعة. بداية أشكر الجميع يعني على حضورهم وتفاعلهم وعلى ما أتحفون به من معلومات بصراحة مهمة عن العمل المسرحي وعن الجهود التي يبذلونها سواء كأفراد أو كمجموعات في المنطقة. الواحد يعني يفتخر بوجود هذا العدد الكبير من المهتمين بالمسرح من كتاب ومخرجين وممثلين، واللي ولله الحمد يعني بعضهم وصل إلى العالمية في أعماله المختلفة، وهذا دليل يعني على وعي المجتمع واهتمامي بهذا المجال. أظن أن بعض القضايا والعقبات التي طرحها الإخوة في خلال النقاش والعروض المختلفة جديرة بالاهتمام، ولعل أحد يعني أسباب تناولنا لهذا الموضوع وطرح هذا الموضوع هو البحث في سبل تطوير العمل والنشاط المسرحي ومدى الإمكانية التي يمكن أن نتعاون في تقديمها لمعالجة بعض هذه الإشكالات. وأنا أكرر شكري لكم جميعا، وأطلب من سعادة الدكتور محمد الخنيزي بصفته عضو في مجلس الشورى واستمع على الأقل إلى جزء من الحوار المتعلق ببعض المشاكل
والعقبات مثلا الميزانيات والمالية والعقبات المالية للمؤسسات جمعية الثقافة والفنون وغيرها، أو موضوع الاستضافات بالنسبة للتأشيرات خاصة للفنانين والمهتمين بالعمل الأدبي والثقافي والمسرحي، لعل يعني يتمكن من نقل هذه الرسالة ويعني المساهمة بصورة التي يمكن أن تعالج هذا الموضوع. كما أطلب أيضا من الدكتور عبد الله يمكن يكون عنده مشاركة أيضا إذا تسمح دكتور. شكراً أستاذ جعفر، وأنا آسف يعني أنا جيت متأخر لأن موصلت من الرياض للساعة 7 يعني، فهذه تخليني أنا جيت مهتم بديوانية أستاذنا الفاضل يعقوب فاضل للاستماع والمشاركة ولو بسيطة جدا، لكن أنا أعتذر على وصولي متأخر. طبعا أنا شاهدت هذا من قبل شوية بس مع يعني ما لحقت على البداية، بس أنا شاهدت جزء منها قبل هذا. طبعا أنا ما عندي شيء بداخل لكم إذا في شيء معين تسأل، بس في نقطتين بالنسبة لموضوع الميزانية ما تخص هذه موضوع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يهتم بالقضايا هذه، تخص وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام، هي اللي ترفع الطلبات وتدعم وتقلل وتنقص، وزارة المالية. هذه مجلس الوزراء ما يتخذ فيها، هذه مجلس الوزراء يتخذ قرارات عامة، إعطاء شيء أو الترخيص لحاجة أو شيء مهم جدا، أما هذه مين من اختصاصات مجلس الوزراء. وزير الإعلام هو المسؤول عن الجمعيات الثقافية والنوادي الأدبية، هو اللي يدعم أو ما يدعم أو يوافق أو ما يوافق. وزي ما قلت أنت أنك أنت أن بعض الجمعيات تأخذ مبالغ أكبر من الجمعيات الثانية، هنا زي ما أتكلم بعض الزملاء على أن من هو اللي يثبت نفسه ومن هو اللي يفرض نفسه في الساحة ومن هو اللي يطالب هو اللي يحصل عليها. يعني ما في آلية معينة مرتبة، بس لما هي احنا دائما نقول يعني أبو هادي يعرف أن الحق دائما يؤخذ ولا يعطى، فهذه قاعدة معروفة يعني في المطالبة والإصرار. وأنا صراحة أعتز بكم بهالأشياء بهالنشاطات اللي تعمل بالإمكانيات البسيطة وبذلكم الجهد والاستفادة من الإمكانيات الموجودة عندكم متواضعة، لكن قدمتوا شيء جميل جدا وكبير وعلى مستوى ما هو المملكة وإلى خارج المملكة، الكل يستمع ويشوف الأفلام والأشياء اللي المسرحيات اللي تعمل، هذا شيء فخر لنا كلنا ما هو لأي واحد. النقطة الأخرى على موضوع التأشيرات، يعني إحنا لنا أخذ ترى الموضوع التأشيرات ما هي فقط عليكم، يعني أنا زرت مرة في الرس ورحنا في مكان جمعية أو مكان كبير عندهم مستشارين برتبة الدكتوراة جايبينهم على وظائف حراس أو مستخدمين، وجايبينهم يشتغلوا دكاترة مرموقين وبعضهم معروفين جايبينهم على يعني أنا لما دخلت قال لي والله هذا شفت إقامته حارس ودكتور في يعني في اللغة العربية وفي يعني في أشياء متخصصين، فأنتوا ما دام الطريقة هذه تصرفوا بطريقة معينة زي ما قلت لما جوا لعمر من البصرة وجبتوا من هذه وسائل من إن الواحد يتغلب على الصعوبات اللي تمر عليه، هذا جزء من جهة من ما أنا قايل جهاتكم بعد جزء من يعني مجهوداتكم اللي تبذلوها. فأنت لو كل شيء سهل وكل شيء وجد بسيط لكان ما بعد تعبتوا انتوا وشقيتوا وعملتوا بشكل، فأي شيء الإنسان إذا شاف عقبة إذا هو يسوق وشاف له حفرة إذا وقف عندها ما عبر بيتعطل به، لكن يوجد له طريق آخر عشان يعبر يوم. فأنا أقول المجهود اللي تبذلوه جدا عظيم وشيء جميل جدا، ونهنيكم على كل ما تبذلوه من جهد في سبيل العمل الفني، وشكرا لكم جميعا وشكرا لكم. أنا سمعت ندرة في الفنانين المسرحيين في تجارب في المنطقة هنا، تجربة أول شيء الدكتور عبد الله عبد المحسن لما كان على رأس نادي الهدى كان يجيب الشباب ويعلمهم
على طول في المسرح، وكانت في وقتها يمكن يتذكر الدكتور كيف أنشطة كانت صارت هناك. إضافة إلى ذلك الحقوقيين سووا دورات وخرجوا ناس حقوقيين، الإعلاميين كذلك. وأظن المشكلة في مشكلة عند، فليسمح لي الأستاذ فريد، في الشعراء والفنانين المسرحيين، يعني ما هم قادرين يسووا دورات تدريبية. أهلي بعيدة عن الرسمية، يعني دورات يعني في مثلا في أماكن في صالات ممكن يقدر يسوي الدورات اللي يتخرج فيها تمثيل، لو يعلن بس في الفيسبوك أو في أي مكان إنه في دورة مثلا عباس الحايك أو أي فنان أو أي كاتب. أظن في ناس يهوى هذا الفن لكن ما في مجال إنهم يوصلوا إليه. شكرا لك. أنا برد على الجزء الشعراء. الآن تقام دورة عند الأستاذ رائد الجيشي في مركز ثقافات، بس الأستاذ شكله عيسى مو متابع. الدورات المحلية كثير بالنسبة للشعراء. وبالنسبة للمسرح أيضا، يعني إن كانت في جمعية ثقافة والفنون تقدم بشكل سنوي دورة لإعداد الممثل، يعني تستمر لثلاثة إلى أربعة أشهر، تقدم بعدها عرض مسرحي يقدمه الشباب اللي تخرجوا من الدورات. بالإضافة للدورات المستضافة كل سنة في دورات في مسابقة المسرح أو مهرجان المسرحي تقدم على الهامش دورات. أسيتاج قدموا دورات. شخصيا أنا قدمت دورتين في مراكز خاصة في الكتابة المسرحية، أو ثلاث دورات. دورة في مركز تدريب أهلي في مركز آفاق المستقبل للكتابة المسرحية كانوا للشباب، ودورتين في سيهات وفي القديح لكتابة النص المسرحي. وأعتقد أن احنا جاهزين أن احنا نعمل دورات. أعتقد كل الممثلين جاهزين أو كل المسرحيين جاهزين أن يعملوا دورات ويخرجوا. أعتقد أن محسن الحمادي للتو منتهي من دورة لإعداد الممثل للأطفال أو اليافعين الصغار، يعني أساساً يخرج جيل. الدورات موجودة. إحنا ننتظر أيضاً أن في أي مركز أهلي يحتاج إحنا في الخدمة. إحنا ما عندنا مشكلة أبداً وأن نقدم دورات، بالعكس. تفضل أستاذ عباس، إذا عندك كلمة أخيرة تختم فيها هذه الأمسية الجميلة التي عرفتنا كثير فيها عن المسرح السعودي والمسرح المنطقة بشكل تفصيلي. وأنا أكرر شكري لمنتدى الثلاثاء، يعني هذا المنتدى الرائد، وبالخصوص يعني شكري الخاص للمهندس جعفر الشايب على إتاحة هذه الفرصة لنا كمسرحيين، أن يعني إحنا نخرج من إطار الجمعية ومن إطار المنتديات العام الرسمية ونجي نعرض تجربتنا في هذا المنتدى. وطبعا هذا فرصة جدا جميلة وكنا احنا ننتظرها ان احنا نتفاعل مع هذا المنتدى. شكر خاص لكل اللي شاركوني، كل اللي لبوا طلبي بالمشاركة، يعني من ناصر صفاء او ياسر مهندس حسين. شكر للجميع، لكم وتصبحوا على خير.